أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقاتنا المتواصلة وبرنامجنا المتميز ومدرسة على الهواء. في بداية الحلقة نرحب بالأستاذ الفاضل الأستاذ محمود عطية. أهلا أستاذ محمود. أستاذ أحمد أهلا، كل سنة كل سنة طيب، أهلا وحضرتك بيك طيب. إذا صحتك. الله يخليك. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، توقفنا في الحلقة السابقة عن دراسة تفصيلية، شرح تفصيلي، أسئلة واستنتاجات، إجابات متعددة للعديد من استفسارات الطلاب على مستوى أنحاء الجمهورية. تحدثنا عن الفصل الثالث وأهمية الأسئلة التي تدور حول هذا الفصل. تحدثنا حول أسئلة الاستنتاج، أسئلة ماذا يحدث إذا، أسئلة الاستفسار، أسئلة الإثبات والتدليل. الفصل الثالث منطقة شائكة يجب التركيز عليها، ولفت النظر إليها الحلقة اللي فاتت بصورة كبيرة جدا. نتحدث اليوم عن فصل من أهم الفصول في كتاب المدرسة، وهو الفصل الرابع، مصر بعد الحرب العالمية الأولى 1914 وحتى قيام ثورة 23 يوليو 1952. نتحدث عن واقع جديد، واقع دخله الشعب المصري، أثبت بجدارة كبيرة أن الشعب المصري لا يتوانى أبدا عن إثبات مطالبه والمطالبة بحقوقه الشرعية باستمرار. الشعب المصري أثبت من خلال ثورة 1919 أنه الأمة الوحيدة التي لا تمزق شعبها العصبيات الدينية أو القومية، والذي ألف بينهم الدم المسفوح برصاص الإنجليز. نتحدث عن ثورة 1919 القومية، ثم الثورة الشعبية، أوضاع مصر المتعددة في هذه الفترة، كيف قاس وعانى الشعب المصري وصولا إلى الحرية. شجرة الحرية لابد أن تروى بالدماء. سالت دماء المصريين بصورة كبيرة في شوارع القاهرة ومدن الأقاليم الكبرى مطالبة بالاستقلال. نستعرض سويا وبصورة تفصيلية مع أهم الأسئلة ثورة 1919 القومية. مع الأستاذ محمود نتكلم عن ثورة 1919 القومية. فضل أستاذي. شكرا أستاذ أحمد على تقديمك. أبنائي ركزوا معايا، إن إحنا عشان نفهم الفصل الرابع كويس جدا لازم أكون فاهم الجزئية الخاصة بأواخر الفصل الثالث اللي هو الكفاح والحركة الوطنية المصرية بقيادة مصطفى كامل. طب نفهم ايه بالظبط، نربط بين ايه؟ مصطفى كامل افتكروا حاجة كويسة جدا، بعد حادثة فاشودة بدأ مصطفى كامل يغير وجهة نظره في الناحية السياسية ويغير اسلوب كفاحه، وهو عدم الاعتماد على الخديوي والاعتماد اكثر على المصريين والدولة العثمانية لإيمانه بفكرة الجامعة الإسلامية. وإحنا عارفين إن مصطفى كامل كان عرض على السلطان إن السلطان يتنازل عن اليونان لإنجلترا مقابل أن تبقى مصر دائما تبع الدولة العثمانية. الله، يعني إحنا مؤمنين بفكرة مختلفة تظهر في درس اليوم وهو ثورة 1919. أولا أول حاجة لازم نعرفها، في سؤال جه في الامتحان قال إيه؟ قارن بين الثورة الفرنسية وثورة 1919 من حيث الطبيعة والنتائج. طبعا مش هتكلم عن النتائج دلوقتي لان النتائج دي اوبن، يعني اوبن اجابتها مفتوحة. انا هتكلم عن طبيعة ثورة 19. عشان نتكلم عن ثورة 19 لازم نعرف اهميتها يا استاذ احمد. بالظبط. ثورة 19 بيجي السؤال جه قال لك بما تفسر تعتبر ثورة 19 أول ثورة قومية في تاريخ مصر. يبقى لإما نيجي أقول لك يا عزيز الطالب، أجي أقول لك أهمية ثورة 19 أو ليه ثورة 19 تعتبر أول ثورة قومية في تاريخ مصر. لأن الأول مرة هذه الثورة يقوم بها كل الشعب المصري، عشان كده قلنا ثورة شعبية شاملة، بعكس الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية ثورة اجتماعية بتركز على الوضع الاجتماعي. وانت عارف يا استاذ احمد ان هي قامت على يد الطبقة الوسطى والعامة، عامة الشعب، لكن اساسها الطبقة الوسطى هي اللي حركت، لان هم الطبقة المثقفة، عامة الشعب اللي هم الرعاع اهجموا، لكن اللي عمل الثورة الطبقة الوسطى. هنا الثورة شملت كل مصر وشملت كل عناصر الأمة المصرية. طالب يقول لي طب ايه الفرق بينها وبين ثورة 1805؟ ثورة 1805 هي كانت ضد الضرائب واتركزت في القاهرة في حي، يعني اقول ايه، في المنطقة بتاعت القلعة وبتاعت خرشد، وانتهت بتعيين والي غير مصري. لكن ثورة 19 نتج عنها ان الاستقلال التام ندت بالحرية، والاستقلال التام
وعدم الارتباط بأي دولة أجنبية، وأن يكون الحاكم مصري. لأول مرة تظهر مصر من خلالها لا ترتبط بأي دولة أوروبية أو خارجية. لأول مرة ثورة تجمع المسلمين والمسيحيين. لأول مرة الثورة يكون طابعها قومي وليس طابعها ديني. ظهرت مصر من خلالها الدولة المدنية الحديثة. الحتة دي مهمة جدا، ودي موجودة في المقدمة، وممكن كتير جدا من الطلبة ما ثورة يركزوش 19 عليها. ثورة قومية، ثورة قومية. الطالب بيتلخبط بينها احيانا، اسمه محمود، وبين ثورة شعبية. تمام يا استاذ احمد، فبيجاوب شعبية لانها كبيرة شوية. انما هنا ثورة قومية زي ما اوضح الاستاذ محمود، بداية ظهور الامة المصرية تتكون من مصريين فقط دون التفرقة ما بين المسلمين والاقباط، هدفها التخلص من الاستعمار البريطاني. اثبتت ان مصر الدولة المدنية الحديثة التي يقوم نظامها السياسي على اساس قومي وليس ديني. معانا محمد من اسكندرية، السلام عليكم يا محمد. السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا مستر؟ الله يخليك، ازيك يا محمد، عامل ايه يا ابني؟ تمام والله الحمد لله. الحمد لله. في معايا كده كام سؤال كده مثلا كنت عايز اخد راي حضرتك فيه. اتفضل يا محمد. بيقول لي اول حاجه، اثبت في الادله استغل محمد علي مشاعر المصريين لتحقيق اهدافه. استغل محمد علي مشاعر المصريين لتحقيق اهدافه. ماشي. عاوز وجه الشبه بين محمد علي وحفيده اسماعيل من حيث التوسع. ماشي ماشي ماشي. الشبه بين محمد علي وحفيده اسماعيل من حيث التوسعات الخارجية وموقف الدول الاوروبية. تمام. وفي سؤال تاني، اتفضل. بيقول لي ايهما افضل من وجهة نظرك؟ طب لحظة واحدة بس الاستاذ محمود، بس يكمل الاجابة. السؤال، الشبه بين محمد علي وحفيده اسماعيل موضحا التوسعات من حيث التوسعات وموقف الدول الاوروبية. على مين لك استاذ محمود؟ وموقف الدول الاوروبية. ايوه يا محمد. طب السؤال اللي هو افضل من وجهه نظرك للفلاح، نظام الالتزام ام الاحتكار؟ الالتزام ام الاحتكار؟ ايهما انت بتقول له كده يتجلد؟ افضل من وجهه نظرك؟ وضح ايهما افضل، الالتزام ام احتكار؟ الالتزام ام الاحتكار. تمام. ايوه يا محمد، حاجه تانية؟ الف شكرا يا باشا. شكرا، شكرا. تابعنا يا محمد من التلفزيون، وفي اي اسئله احنا تحت امرك باستمرار. ماشي، شكرا يا محمد. طيب يعني احنا ممكن نقول لمحمد بسرعه كده بسرعه اجابه الاسئله. طبعا محمد علي، يا محمد، محمد علي كان يحلم بان يكون والي على البلاد دون ان يفصح عن ذلك حتى لا يظهر امام السلطان بالطمع والسلطه، فحرك مشاعر المصريين وظهر امامهم بمظهر الرجل العادل غير الطامع، بدليل ان هو نزل معاهم في ثورة 1804 ضد البرديسي، وتعهد بإلغاء الضرائب، وتعهد ان هو هيخلصهم من ظلم المماليك. فهنا لعب بمشاعر المصريين ان هم بيحبوا اللي يحقق العدالة الاجتماعية، فما ظهر امامهم ان هو بيحقق العدالة الاجتماعية اللي هم بيرغبوها، فبالتالي اصبح قدامهم رجل مخلص، رجل لا يسعى للسلطة، ده رجل واقف معاهم، فتمنوا ان يكون والي. فأيدوا عينوا سنة 5 بس. طب جينا نتكلم يا محمد عن ازمة 1803 ونتيجتها ثورة مارس 1804 وموقف محمد علي منها. سؤال تاني يا استاذ محمود، الشبه، لكن هو في 1805 ما حركش مشاعر لا لا لا، التحريك من 4. الشبه بين توسعات محمد علي واسماعيل. توسعات محمد علي كانت من اجل انشاء دولة عربية كبرى والانفصال عن الدولة العثمانية، ده هدف محمد علي. اما توسعات اسماعيل كانت من اجل توسيع رقعة مصر بعيدا عن الدولة العثمانية حتى لا يصطدم بالسلطان، عن طريق ان هو يوسع في شرق افريقيا وفي السودان. فالهدف هنا مختلف. هنا ده بيصطدم بالسلطان، ده لا يصطدم بالسلطان. يعني توسعات محمد علي في السودان والحجاز والشام وكريت وقطن هدفها الاستقلال، هدفها الانفصال والاستقلال، وان مصر يبقى ليها مكانة منفصلة عن السلطان، وده ادى الاصطدام بالسلطان. اسماعيل قال لك انا مش هغلط غلطة جدي، وانا مش هصطدم بالسلطان، انا هبعد عن المناطق اللي تبع شرق وجنوب افريقيا، فنزل تحت في المناطق اللي هي مش تبع حد، ولكن ادى الى غضب دول اوروبا. موقف اوروبا من الاثنين يا استاذ محمود؟ اوروبا موقفها من الاثنين هو ثابت، عدم بروز دولة اخرى تعمل خلل للتوازن الدولي، سواء اسم محمد علي او سواء اسماعيل، الاثنين بالنسبه لاوروبا خطر على مصالحهم. تبقى ضرب محمد علي سنه 840 في معاهده لندن من ضرب اسماعيل مستغله الازمه الماليه، يبقى الاثنين كان ضرب دول اوروبا زي ما استاذ احمد قال لنا للدولتين من اجل الحفاظ على التوازن الدولي وحتى لا يهدد مصالح دول اوروبا. طبعا مصالح اوروبا فين؟ في شرق افريقيا، ومصالح دول اوروبا في اوروبا والدوله العثمانيه. جميل. طبعا محمد برضو سؤالك جميل، ايهما افضل بالنسبه للفلاح، الالتزام ام الاحتكار؟ طبعا الاثنين طبعا في قمه القسوه للفلاح، ولكن الالتزام
قسوة بصورة كبيرة أدت إلى تدهور وإهمال وإهمال الدولة والفلاح الأرض. لا الالتزام لا، إنما الاحتقار، بالرغم من احتقار محمد علي الفلاح المصري وإلزامه بزراعة ما تقرره الدولة، كان الالتزام أفضل مئات وألوف المرات. الاحتقار أفضل من الالتزام. ليه؟ لأن الاحتقار ترتب عليه مشروعات اقتصادية في الزراعة، ترتب عليه تطوير في مشاريع الري، تطوير في إدخال المحاصيل، تطوير في الأساليب. وبالتالي إذا كانت هناك سياسة احتكارية في عهد محمد علي للفلاح، فكان هناك إنتاج ودخل للفلاح والدولة. إنما الالتزام لغى دخل الفلاح نهائي ولغى دخل إيه؟ الدولة. إذن الاحتقار هو أفضل بكثير، وسؤال كويس بحيك عليه. معانا مجدة من الفيوم، سلام عليكم يا مجدة. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مستر؟ الله يخليك. ازيك يا مجدة، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا مستر محمود؟ اهلا اهلا بيك. ازيك يا ماما؟ للاسف معلش مجدة خطها قطع بقى. طيب طيب، بنقول يا استاذ محمود معانا، احنا اتكلمنا عن ايه؟ ثوره 1919 القوميه. أيوة. هنتكلم بقى على اوضاع مصر قبل الحرب العالميه الاولى وتبعيه مصر للسلطان العثماني. تمام. الحته دي طبعا الجزئيه ديت ابنائي ركزوا معايا، انا هشرح لكم باسلوب مختلف عن الكتاب عشان تفهموها كويس جدا. انا عندي عشان اتكلم عن الحركه الوطنيه المصريه بعد الحرب العالميه الاولى، لازم افهم الحركه الوطنيه المصريه قبل الحرب العالميه الاولى عشان اخد المقارنه. انا مش هفهم سعد زغلول بيقول ايه الا لما افهم مصطفى كامل بيقول ايه. كيف كانت نظره الحركه الوطنيه المصريه تجاه تركيا قبل الحرب العالميه الاولى؟ السؤال جه في الامتحان بصيغه تانية، قال لك بما تفسر عدم طرح المصريين فكره الاستقلال عن تركيا قبل الحرب العالميه الاولى؟ افتكروا السؤال ده كويس. بما تفسر عدم طرح المصريين فكره الاستقلال عن تركيا قبل الحرب العالميه الاولى، اللي هي هي كيف كانت نظره الحركه الوطنيه؟ الاجابه لان المصريين كانوا يشعرون انهم جزء من الدوله العثمانيه. 2 انهم جزء من العالم الاسلامي. 3 انهم يؤمنون بفكره الجامعه الاسلاميه التي دعا اليها السلطان عبد الحميد. انهم لا يريدوا اضعاف الدوله العثمانيه والانفصال عنها، بل التمسك بها وجعلها دوله قويه. هي دي نظره المصريين او نظره الحركه الوطنيه المصريه تجاه تركيا قبل الحرب العالميه الاولى. طب هنا في حته تانية، طب امال بقى ايه الجديد اللي ظهر؟ سعد زغلول طبعا ليه وجهه نظر. طب مصطفى كامل كان بيسعى الى ايه؟ كيف كانت اسس الحركه الوطنيه المصريه بزعامه مصطفى كامل؟ احنا قلناها، اسس الحركه الوطنيه المصريه قبل الحرب العالميه الاولى، او اسس الحركه الوطنيه المصريه بقياده مصطفى كامل. الطالب يقول لي 1 كانت أسس الحركة الوطنية المصرية تدعو إلى 1 التمسك بالدولة العثمانية، 2 التخلص من حكم إنجلترا، معايا يا أستاذ أحمد؟ جلاء. 3 الاستعانة بدولة أوروبية لتساعدهم ضد إنجلترا واستعانوا بفرنسا. هقولهم تاني، يبقى ما هي أسس الحركة الوطنية المصرية بقيادة مصطفى كامل؟ 1 الجلاء، يعني جلاء الانجليز عن مصر. 2 التمسك بالدولة العثمانية لإيمان مصطفى كامل بفكرة الجامعة الإسلامية. 3 اللجوء لدولة صديقة وهي فرنسا. أنا ممكن أجي أقول لك في الامتحان إيه؟ وضح الفرق بين وجهة نظر مصطفى كامل وسعد زغلول في الحركة الوطنية. أو وضح الفرق بين وجهة نظر مصطفى كامل وسعد زغلول بالنسبة للدولة العثمانية. لما أجي أتكلم لك عن الدولة العثمانية مع سعد زغلول، هقول لك إن سعد زغلول كان يرى عدم الارتباط بالدولة العثمانية وأن يكون الحاكم مصري وليس حاكم عثماني، ودي اسمها القومية المصرية. جميل. طبعا بنقول تبدلت الأوضاع 1914 بقيام الحرب العالمية الأولى. اشتركت الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا والنمسا في الحرب العالمية الأولى، دول الوسط ضد دول الوفاق إنجلترا وفرنسا. ركز، اشتركت الدولة العثمانية في الحرب ضد إنجلترا. الأمر الذي أغضب إنجلترا، فقامت إنجلترا بإلغاء السيادة العثمانية على مصر. لغت إنجلترا السيادة العثمانية لأن مصر كانت لا تزال ولاية عثمانية طبقا للقانون الأساسي الذي وضعه اللورد دافرين 1883. إعلان الحماية البريطانية الرسمية على مصر 1914. عزل الخديوي عباس حلمي الثاني 1914 وتعيين عمه حسين كامل ومنحه الانجليز لقب سلطان حتى وفاته 1917، ثم جاء بعده اخوه احمد فؤاد. يعني عند احمد فؤاد، حسين كامل، توفيق، 3 اخوات ولاد الخديوي اسماعيل. ثم قامت انجلترا بالاجراءات الاتيه التي ادت الى ثوره 19. استبدت انجلترا بالحكم في مصر،
قامت انجلترا بتجنيد المصريين قصرا في الخطوط الخلفية للحرب. مصادرة انجلترا مواشي وحبوب الفلاحين بأرخص الأسعار. الاستيلاء على الأقطان من كبار الملاك بأرخص الأسعار. ارتفاع في أسعار الوقود، المواصلات، الحبوب، المنسوجات دون أن يصاحبه في مصر ارتفاعا في الأجور. الناس هتعترض. فرضت انجلترا الأحكام العرفية، ثم قممت الصحافة فرض القيود على اجتماع الجمعية التشريعية التي تضم ممثل الشعب، وشعر المصريين بأنهم في سجن كبير أثناء ثورة 19. السؤال مهم هنا، لو جينا هنا قلنا تغير أوضاع مصر السياسية أثناء الحرب، المقدمة هنا لأن انجلترا لغت السيادة العثمانية وأعلنت الحماية البريطانية. الإجراءات التي قامت بها انجلترا اللي أنا قلتها دي، اثبت شعر المصريين بأنهم في سجن كبير أثناء الحرب، نفس الكلام. أنت في مشكلة كبيرة. أثناء الحرب العالمية الأولى تهيأت الظروف على نحو يخدم الشعب المصري، عندما أعلنت أمريكا على لسان رئيسها ويلسون، خلي بالك رئيس أمريكا في الحرب العالمية الأولى ويلسون، أنا عندي في الكتاب ويلسون ونيلسون ونيكسون، نخلي بالنا من الأسامي دي. ويلسون أعلن 14 مبدأ اللي يخصنا منهم مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، إنشاء عصبة الأمم المتحدة، وذلك لفض النزاع بين الدول بدلا من استخدام القوة في فض النزاع. اللي هيساعد أمريكا في الحرب هيستفيد من حق الشعوب في تقرير المصير، هنديله الاستقلال بعد الحرب، وهندخله عصبة الأمم كهيئة دولية لحل مشاكل القوى بدلا من استخدام القوى في فض النزاع. ويلسون قال الكلام ده ليه؟ لجذب شعوب العالم إلى فلك وصف أمريكا في الحرب العالمية الأولى. إيه النتيجة المترتبة على إعلان ويلسون؟ أعطى ذلك الشعب المصري أملا في الحصول على الاستقلال وإنهاء الحماية، وأملا في دخول عصبة الأمم كدولة مستقلة. فتركزت أفكار الشعب المصري حول إنهاء الحماية البريطانية على مصر والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، وتظهر أفكار مغايرة لفكر المصريين قبل الحرب العالمية الأولى تجاه الدولة العثمانية. مع الأستاذ محمود هنشوف موقف المصريين من الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، بعد الحرب. فضل أستاذ. أشكرك أستاذ أحمد على هذا الشرح. بص يا أبنائي، أستاذ أحمد بيشرح لكم، أنا رسمت لكم حاجة كده أنتوا يمكن الكتاب مش موضحها لكم، كتير جدا من الطلبة مش عارفين الحرب قامت بين مين ومين. الحرب قامت بين دول الوفاق ودول الوسط. دول الوفاق أي العقد الوفاق الودي، بدأت بإنجلترا وفرنسا، وانضمت ليهم روسيا ضد ألمانيا، وإمبراطورية النمسا والمجر كانوا مع بعض، ودخلت معهم مين؟ تركيا. لاحظوا حاجة هنا، طبعا بإذن الله تعرفوا الكلام ده بعدين، إن روسيا خرجت ودخلت مكانها الولايات المتحدة اللي هي يونايتد ستيت أمريكان اللي هي USA. طيب أنا بقول كده ليه؟ أنا ليه موضح لكم ده؟ عشان عايز أعرفكم حاجة، مين هنا ضد مين؟ إنجلترا أصبحت ضد مين؟ تركيا. طب ده يعمل إيه؟ يعمل فرق كبير جدا. مع قيام الحرب العالمية الأولى غضبت إنجلترا لأن تركيا أصبحت في الفريق المضاد ليها، زي ما بقول لكم الأستاذ أحمد. فطبعا أنتوا عارفين في القانون الأساسي إنجلترا كانت عاملة خاطر للدولة العثمانية، وكان ليها مصر تحت السيادة العثمانية. لما تيجي تخش الحرب ضدها، في أول حاجة عملتها إنجلترا غيرت وضع مصر السياسي، حيث لغت السيادة العثمانية وطبقت الحماية البريطانية على مصر. مش بس كده، ده عزلت عباس حلمي وحطت بداله عمه حسين كامل، واديته لقب سلطان، يعني كلقب كده يجيز الدولة العثمانية. ولما مات حسين كامل سنة 17 جه بداله مين؟ أخوه أحمد فؤاد اللي هيستمر معانا لغاية ما يجي الملك فاروق بعد كده. ركزوا معايا هنا في حتة دي مهمة. أستاذ أحمد قال لكم بقى إنجلترا بعد ما غيرت عملت إجراءات واستبدت بالشعب المصري والأحكام العرفية. هنا بقى دخلنا على حتة مهمة جدا أستاذ أحمد كان بيوضحها لكم برضو، اللي هي إيه بقى؟ مقدمات ثورة 19. أعرفوهم طبعا، هل هم موجودين في الكتاب كده؟ لا، ده إحنا طلعنا الكلام ده من جوه العناوين، إحنا عشان تفهموا إيه اللي حصل. في مجموعة من الظروف المصريين انبسطوا منها لما حصلت، لكن لما ما تحققتش أهدافهم وهو الاستقلال عملوا ثورة 19. كل واحدة من دي ممكن يجي عليها سؤال لوحده، لكن الأربعة ما يجوش على بعض كده، لأن إحنا اللي عاملين الكلام ده، لكن هي مش واضحة في الكتاب بهذا الشكل، لكن إحنا عاملين كده عشان نوضح لكم القصة. أول حاجة ف
فرحت المصريين ان رئيس امريكا لما امريكا دخلت الحرب بدل روسيا حبت تجذب الشعوب لدول الوفاق، فقالت يا شعوب العالم يا اللي تحبوا تاخدوا استقلالكم اقفوا معانا. يبقى يجي سؤال، ممكن انا اجيب لك سؤال، بما تفسر اعلان ويلسون مبادئه ال 14 خلال الحرب العالميه الاولى؟ سؤال تاني، ما النتائج المترتبه على اعلان ويلسون مبادئه ال 14 خاصه مبدئي حق تقرير المصير وانشاء منظمه جديده لمنع قيام الحروب وحل المشكلات بدلا من استخدام القوه؟ طبعا المصريين فرحوا وقالوا خلاص ده احنا يا دوبك احنا محتاجين الحرب تخلص ونروح ناخد استقلالنا بناء على كلام ويلسون. شوفوا بقى الحته دي مهمه قوي، هزيمه تركيا في الحرب كانت من ضمن الحاجات اللي فرحت المصريين وخلتهم يتطلعوا للاستقلال. ممكن يجي سؤال يا استاذ احمد، ما النتائج المترتبه على هزيمه تركيا في الحرب العالميه الاولى؟ شعر المصريين بدوره الاستقلال ولم يعد الشعب المصري طبعا ملتزما بقبول الحمايه البريطانيه، تمام، الحمايه العثمانيه، وسقوط نظرا لسقوط الجامعه الاسلاميه وبروز الجامعه المصريه. يبقى سقوط فكره الجامعه الاسلاميه زي ما استاذ احمد قال لنا، هزيمه السلطان وظهور فكره القوميه المصريه وشعور المصريين انهم غير مصريين، غير مرتبطين بالدوله العثمانيه. شوفوا الكلام هي هي، اجي اقول لك بما تفسر ظهور فكره الجامعه المصريه او بما تفسر ظهور فكره القوميه المصريه، لازم نكون فاهمين. يبقى هزيمه تركيا ادت الى فرح المصريين وشعروا انهم غير مرتبطين وغير يعني غير تابعين للدوله العثمانيه، وليه ما يبقاش الحاكم المصري؟ ودي الحاجه الثالثه اللي هي ظهور فكره القوميه المصريه. قبل ظهور فكره القوميه بس ناخد معانا امير من الجيزه. السلام عليكم يا امير. عليكم السلام، ازيك حضرتكم؟ الله يخليك، ازيك يا امير، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا امير. عندي سؤال بس. اتفضل. اتفضل يا امير. ايوه فسر. لما تفسر اختلاف مظاهر النهضه الثقافيه، اختلاف مظاهر النهضه الثقافيه في مصر عنها في بلاد الشام، صح؟ ملغي ده يا امير، اتلغى من الكتاب خلاص. طب كويس ان انا عارف. السؤال قول السؤال تاني، اختلاف مظاهر النهضة الثقافية في مصر عنها في بلاد الشام في نهاية القرن 19. تمام. السؤال ده ملغي يا امير خلاص. طيب بعد كده احنا بنقول عندي تليفون امير بقى قطع، هنستناك برضو امير وتابعنا. طيب النقطة اللي بعد كده ظهور القومية، مش محمود معايا؟ ظهور فكرة القومية المصرية ابنائي دي مرتبطة بهزيمة الدولة العثمانية، هزيمة الدولة العثمانية يبقى هنا في علاقة، ده انا ممكن اجيب سؤال علاقة. ما العلاقة بين هزيمة تركيا و ظهور الجامعة المصرية؟ طبعا الطالب لو مش مركز مش هيجيب الإجابة. في علاقة بين هزيمة تركيا في الحرب أو ما العلاقة بين الحرب العالمية الأولى والفكرة القومية المصرية؟ هنقول إيه؟ نتيجة لهزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى أصبح الشعب المصري غير مرتبط بفكرة الجامعة الإسلامية وظهر البديل وهو الجامعة المصرية. طالب يقول يعني إيه جامعة؟ مش جامعة يعني جامعة تعليمية، لا جامعة تحاجي. يعني هيئة هتجمع المصريين أو العرب، فهنا هيئة هتجمع المصريين. وقالوا ايه؟ يبد ان يكون الولاء لحاكم مصري وليس الحاكم عثماني، والفكره دي اللي دعا عليها مين؟ سعد زغلول. يبقى انا هنا ممكن اقول لك ما هي اسس الحركه الوطنيه المصريه بقياده سعد زغلول؟ الحته دي مستخبيه كده في الشرح. تقول لي ايه؟ هتقول لي اسس الحركه الوطنيه المصريه بقياده سعد زغلول، واحد الجلاء، الجلاء والاستقلال والحريه. يبقى الحرية ان احنا نكون متمتعين باستقلالنا دون الارتباط باي دولة. الجلاء يعني جلاء انجلترا عن مصر. الله. طب ايه الاختلاف بين سعد زغلول وبين مصطفى كامل؟ الاثنين مرتبطين بفكرة الاستقلال بس اللي هو التخلص من انجلترا الاستقلال، انما ولكن مصطفى كامل عايز الدولة العثمانية، انما سعد زغلول عايز الانفصال عن الدولة العثمانية. يعني مختلفين حول فكرة الاستقلال لكن مرتبطين يا استاذ احمد حول فكرة جلاء الانجليز. ما هو الاستقلال جلاء انجلترا من مصر. ما هو جلاء هنا حاجه يا استاذ احمد، مصطفى كامل ما كانش بينادي بالاستقلال. مصطفى كامل بينادي، لا جلاء يعني رايحين انجلترا كامل. يبقى نقول ايه؟ مصطفى كامل بينادي بالتبعيه، سعد زغلول بينادي بالاستقلال عن الدوله العثمانيه وعن ايه؟ متفقين في جلاء الانجليز عن مصر. جميل، معايا؟ ركزوا معايا كويس جدا واحنا بنناقش مع بعض استاذ احمد اهو. يبقى بيتفقوا في جلاء الانجليز ويختلفوا حول فكره الاستقلال. مصطفى كامل ما كانش بينادي بالاستقلال، مصطفى كامل كان بيقول ايه؟ الجلاء والدستور، ما قالش استقلال. مصطفى كامل لم ينادي بالاستقلال لانه هو مرتبط بفكره الجامعه الاسلاميه، اوعى تنسى المعلومه دي. طيب خلاص خدنا كده قصص سعد زغلول. اخر حاجه بقى العلاقات بمؤتمر الصلح. قبل مؤتمر الصلح بقى هناخد معانا بس تليفون الاء من حلوان. السلام عليكم يا الاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه؟ كويس الحمد لله، ازي حضرتك يا مستر محمود؟ الله يخليك. اهلا اهلا، ازيك يا الاء؟ عامله ايه؟ كويس الحمد لله، ازي حضرتك؟ طيب كل عام وانت بخير ومنورانا كده في التلفزيون، اتفضلي.
عندي بس سؤالين بالمتفصل وسؤالين من النتائج وسؤال كارل. طب اتفضلي مفسر كويس. واحد ميثاق النزاهه لما تفسر قول تاني ميثاق النزاهه نفذت منه انجلترا واحتلت مصر. نفذت منه انجلترا لاحتلال مصر واحتلت مصر. ماشي واحتلت مصر. فسر اتنين. اتنين صبغ الاجاره المصريه بالصبغه الانجليزيه. فسر فسر ولا نتائج؟ فسر. صبغ انجلترا الاداره في مصر الاجاره المصريه بالصبغه الانجليزيه. بالصبغه الانجليزيه. ماشي. ما النتائج؟ ما النتائج؟ قانون دافرين. قانون دافرين. اتنين ميثاق النزاهه. اتنين ميثاق النزاهه. سين ثلاثه قارن. قارن. سياسه كاتشنر وسياسه اللورد كرومر. كيتشنر وكرومر. بس خلاص شكرا. طيب شكرا. تابعينا من التلفزيون الاء هنجاوب لك على الاسئله دي كلها حالا بسرعه دلوقتي. فسر معانا يا سمحون. هكمل بس. نفذت منه انجلترا اهدافها. نفذ منه انجلترا اهدافها لاحتلال مصر. طيب جميل. هو اولا الاسئله بتاعتها جميله جدا. الاء هي عايزه تركيز شويه في الاجابه. طيب بص يا استاذ احمد، يعني السؤال الاولاني كده، السؤال الاولاني اللي هو فسر ميثاق النزاهه نفذت منه انجلترا تحقيق اهدافها في مصر، بنتكلم على اضافه المندوب الانجليزي عباره الا في حاله الضروره القصوى او الا اذا حدث ما يؤدي الى ذلك، فضاع ميثاق النزاهه سدى. اثنين ضرب انجلترا الاسكندريه واحتلالها. يعني هو استاذ احمد هنا برضو ايه، يعني هي الطالب لازم يعرف ان انجلترا كانت تريد احتلال مصر فعدلت قرارات قرارات المؤتمر من اجل تحقيق اهداف. بالظبط. واستغلت ان احمد عرابي طبعا بيصلح القلاع. جميل. ووضع المدافع لضرب السفن، وقالت انه يريد ضرب السفن وحصارها، وقامت باحتلال مصر. صبغ انجلترا الاداره في مصر بالصبغه الانجليزيه. هنا بقى السؤال ده جميل جدا جدا جدا. ده سؤال من جوه سؤال، يعني هو سياسه النجلزه. يا الاء خلي بالك، احنا من ضمن نصوص القانون الاساسي اللي هو ايه، صبغ مصر بالصبغه الانجليزيه. عن طريق ايه بقى الصبغه الانجليزيه؟ اللي هي سياسه النجرزه، يعني ايه جعل كل شيء انجليزي الشكل في مصر، اللغه انجليزيه، الاداره انجليزيه، المعامله كمان تبعا للاداره الانجليزيه في كل شيء، السيطره على كل المناصب الهامه في الاداره المصريه. فكده صبغ مصر يعني جعل احلال الموظفين انجليز محل الموظفين المصريين، والسيطره على الادارات العليا في الدوله زي الجيش والداخليه والحقانيه والتعليم والاشغال. ما نتائج قانون دافرين؟ اولا قانون دافرين الطالب اما جاب له السؤال ما يجيش بقى يقول له نصوص القانون. لا ده انا كده انت ما جاوبتش، انا بقول لك ايه النتائج المترتبه على النصوص دي. جميل. ما قانون دافرين هنا يعني النصوص بتاعته، خلي بالكم عشان دي بتقعوا فيها. اقول قانون دافرين ما النتائج، واحط لك نصيص لي غلط، انت ما جاوبتش حاجه. النتائج ايه بقى؟ سيطره انجلترا. احلل بقى النصوص يا استاذ احمد. ما هي تحليل النصوص يا استاذ محمود بيثبت ان في نتيجه، يعني مثلا بنقول ايه، اصبحت السلطه الشرعيه في يد الخديوي وحده، تبعيه مصر واستمرارها للدوله العثمانيه. ما هنا غضب فرنسا من الغاء قانون، من الغاء المراقبه الايه الثنائيه، سيطره انجلترا على الادارات الايه العليا. انا فضل. مش عايز الطالب استاذ احمد، وده تحليله انت استاذنا. انا عايز انت حللت اهو. جميل. انا مش عايز الطالب يقول النصوص، يقول النصوص تاني. جميل. هو عايز يحلل بس، هو يحللها يقولها ازاي بقى، يقول بقى ايه. فضل. يقول ان نتيجه لقانون دافرين فقدت مصر استقلالها الفعلي. حيث اصبحت السلطه الفعليه في يد الانجليز، في يد انجلترا. وانا لو انا بحط امتحان او اي حد يعني من الاساتذه زمايلنا اللي بيحطوا الامتحانات والناس فاهمه، بيجي يقول لك ايه، ما وجه الارتباط بين قانون دافرين وسيطرة انجلترا؟ يحط طالب جايب، او ما وجهة نظرك في قانون دافرين؟ لازم الطالب يحلل عشان ينقد او يقول الايجابيات بتاعة القانون والسلبيات. فهنا زي ما سيادتك وضحت لنا هتقول ايه، ان هنقول من نتائج القانون ان اصبحت انجلترا مسيطرة على مصر، فقدت مصر استقلالها، خلاص اصبحت الادارة المصرية مصبوغة. يبقى ما بيقولش النص ولكن بيحلل النص. طيب سياسه كيتشنر عندي وسياسه ايه كرومر، هي طبعا المشكله برضه هي بتقول لي ما النتائج مترتبه على ميثاق النزاهه. ما هو ميثاق النزاهه احنا قلنا ايه، احتلال انجلترا مصر وضرب الاسكندريه. أيوة. ماشي، بنتكلم على نص الميثاق نفسه، وبنتكلم على ضرب اسكندريه بعد اضافه الا في حاله الضروره القصوى. يبقى نقول استغلت انجلترا الميثاق ونجحت في تحقيق هدفها وضرب مصر مستغله حادثه احمد عرابي. سياسه كيتشنر، بول كيتشنر اعاد القبض الحديديه، اعاد او ادخل المعارضين السجون، رجع سياسه النجلزه، سجن محمد فريد 6 شهور، تعاقب نشاطه حتى سفر محمد فريد ووفاته فيه،
اوروبا 19. سياسه كرومر بقى بنقول كرومر برضو اتبع القبضه الحديديه بعد سياسه الوفاق الودي، اتهام والطعن في كفاءه المصريين للحكم الذاتي، ارتكب مذابح زي حادثه دنشواي. طيب احنا وقفنا لحد هنا مؤتمر الصلح، هنأجل مؤتمر الصلح لما نتكلم على ظروف تكوين الوفد المصري. ركز مع بعض. خلصت الحرب العالمية الأولى 13 نوفمبر 1918، اتجه كل من أعضاء الوفد المصري سعد زغلول، عبد العزيز فهمي، علي شعراوي إلى المندوب السامي البريطاني وينجت للسماح لهيئة الوفد المصري للسفر إلى، لسه هنتكلم على مؤتمر الصلح بعديها، هنسافر فين؟ الوفد المصري هيسافر لإنجلترا للتفاوض مع الحكومة البريطانية للسفر إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح. الحرب العالمية الأولى خلصت 18-19، قاعدة كبيرة، مؤتمر ضخم، رئيس ويلسون، الناس عاملة حفلة كبيرة في أوروبا عشان يتفرجوا على اللي اتهزموا في الحرب وتطاولوا على إنجلترا وفرنسا. مصر كدولة اشتركت في الحرب لازم تحضر مؤتمر الصلح. الوفد المصري بيطلب من المندوب السامي البريطاني وينجت السفر إلى إنجلترا ثم السفر إلى باريس. أبدى المندوب السامي بالقانون دهشته لتحدث ثلاثة عن الشعب المصري بأسره بدون توكيل، تعطي الوفد صفة التمثيل. فين التوكيل اللي معاكم؟ طب فين الشعب؟ انتوا مش جايبين الشعب معاكم، هنجيب الشعب هنا؟ طب فين التوكيل اللي مع الشعب يعطي الوفد ويخوله صفة التمثيل؟ انتوا معكوش توكيل، يمكن انتم رايحين تطالبوا بالاستقلال والشعب مش عايز، ما ينفعش. بدأت عملية جمع التوكيلات، التوكيل هنا باسم هيئة الوفد المصري للمطالبة بالاستقلال. طبعا انجلترا انزعجت من عملية جمع التوكيلات الذي بدأ الشعب فيه توقيعها في حماس عارم. ايه النتيجة؟ بدأت انجلترا توجه حملات القمع والانتقام لإيقاف جمع التوكيلات، ضربت الناس وبتقتل في الشوارع، محدش يخرج من البيت، محدش يمضي للوفد المصري التوكيل. ولكن أخطأت انجلترا في تصورها أنها تستطيع إطفاء نيران الحركة الوطنية بقيامها بنفي سعد وأعضاء الوفد إلى جزيرة مالطا. غلطت انجلترا. غلطت ازاي؟ ومين اللي أثبت قيام الشعب المصري بثورة 1919؟ ثورة 1919 زي ما اتكلمنا ثورة قومية في إثبات الوضع السياسي أنه قومي، ثم ثورة شعبية شاملة. ركز معايا، وصف الثورة والجانب الإيجابي. قامت ثورة 19 تمام، لما قول من البداية كده اشترك فيها كل القطر المصري، اشترك منذ البداية الطلبة والموظفين والمثقفين الأفندية، الثورة في القاهرة والمدن الكبرى في الأقاليم، زادت الاشتباكات مع رجال البوليس، تعطلت حركة المواصلات، امتدت الثورة إلى الأقاليم على يد الفلاحين الذين قاموا بقطع خطوط السكك الحديدية. قطع الفلاحين خطوط البرق والبريد والاتصالات، انقطعت الصلة بين القاهرة والمدن الكبرى في الأقاليم. استولى الثوار على السلطة مثل ما حدث في مدينة زفتة، استولى الثوار على مراكز البوليس، تكونت اللجان الثورية لتنظيم النضال ضد الاحتلال في كل مكان. ثم اشترك منذ البداية في الثورة المسلمون والأقباط بهدف عصر الاستقلال الوطني الخالص عن أي دولة أجنبية سواء تركيا أو الإنجليز. أثبتت مصر في هذه الثورة أنها الدولة الوحيدة التي لا تمزق شعبها العصبيات الدينية أو القومية، وأن الشيء الوحيد الذي ألف بين المصريين هو الدم المسفوح برصاص الإنجليز. اشترك منذ البداية الثورة ورمزوا لها بالهلال مع الصليب، خاطب القساوسة في المساجد مثل المسجد الأزهر، وخاطب المشايخ في الكنائس مثل الكنيسة المرقسية. اشتركت منذ البداية المرأة مسجلة أخطر تطور اجتماعي في تاريخ مصر الحديث، بلغ عدد المظاهرات النسائية 300 امرأة. اشتركت مع الرجال في إعاقة مرور الإنجليز في شوارع القاهرة، هزت المرأة المجتمع المصري بوطنيتها وجراءتها. معانا فيلم قصير هنشوف وصف بسيط لثورة 19 اللي أنا شرحته، ونرجع مرة تانية بعد ما نشوف الفيلم نتكلم عن الأسباب. أستاذ شريف لو جاهز نشوف الفيلم ثورة 1919. طبعا هنشوف ومن خلال الفيلم هنحدد أسئلة كتيرة هنناقشها مع الأستاذ محمود في وصف ثورة 19. نشوف مع بعض. شفنا مع بعض فيلم تسجيل لثورة 1919، فعلا الشعب هو المعلم والقائد الأول، وفعلا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. احتضن الإسلام المسيحية واحتضنت المسيحية الإسلام، فكانوا ديانتين سماويتين متكاملتين اجتماعيا، عاشوا في أحضان بعضهم البعض في كل دول العالم،
منذ أن احتضنت المسيحية الإسلام في هجرة الحبشة للمسلمين الأوائل، ومنذ أن احتضن الإسلام المسيحية بفتح عمرو بن العاص لمصر. حقا وأبدا مصر أول دولة قومية في العالم بصفة عامة، ألف كما شاهدنا بين المصريين الدم المسفوح برصاص الإنجليز. لم تظهر أي عصبيات دينية أو قومية أثناء ثورة 19، لم يعلم أحد الشعب المصري، ولكن ذلك نابع من الشعب نفسه، فإذا الشعب هو المعلم وهو القائد الأول. وصفه، وبنشكر الأستاذ شريف على الفيلم الجميل اللي إيه جابهولنا ده عشان يوضح فعلا تلاحم قوى الشعب في ثورة 19. مع الأستاذ محمود تحليل والجانب السلبي، اتفضل يا أستاذ. شكرا أستاذ أحمد، وبنشكر الأستاذ شريف على الفيلم الجميل اللي عاد لينا روح الوطنية اللي يا رب تشمل كل مصر ومفيش فرق بين مسلم ومسيحي زي ما شفنا. طبعا نتيجة لاستخدام انجلترا للعنف خلال ثورة 19، الشعب المصري الذكي جدا غير سياسته في المقاومة، لجأ إلى الأسلوب السلبي أو نقول عليه السلمي، بس عن طريق بقى مقاطعة البضائع الإنجليزية، الإضراب عن العمل، الطلبة بدأوا ما يروحوش المدارس، الموظفين سابوا وظائفهم. مش بس كده، بدأت تظهر جمعيات سرية تعمل منشورات ضد الإنجليز. طبعا إنجلترا شعرت أن المقاطعة أذى ليها، وإن برغم العنف اللي استخدمته لكن الشعب المصري ما زال متمسك بالاستقلال. طب ماذا فعلت إنجلترا؟ قررت تعديل سياستها، وده السؤال اللي جه في الامتحان. دلل. قامت إنجلترا بتعديل سياستها تجاه ثورة 19 بعد فشل سياسة العنف. خلي بالكوا يعني ايه عدلت، يعني غيرت الأسلوب. شوفوا الكلام اللي أنا كاتبه. أول حاجة عملتها إنجلترا، سمحت لسعد زغلول وزملائه بالسفر إلى باريس. طبعا هو كان منفي في مالطا، قالت له روح باريس، روح لمؤتمر الصلح. لكن هي ذكية جدا. في نفس الوقت اللي سعد بيتجه فيه إلى باريس، قامت بالإجراء الثاني، حصلت على موافقة من دول المؤتمر وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي ويلسون بقبول الحماية البريطانية على مصر. بمعنى عندما ذهب سعد زغلول إلى المؤتمر، فوجئ بأن أعضاء المؤتمر قد وافقوا على تثبيت مصر تحت الحماية البريطانية، ودي كانت صدمة لسعد زغلول. فكده نقول عليه سد الطريق أمام الوفد في مؤتمر الصلح. النقطة الثالثة ومهمة جدا، عايزة تقول لسعد انت مين قالك ان انت بتمثل الشعب المصري او الوفد بتاعك ده هو يمثل المصريين؟ بعتت لجنة من وراء ظهر سعد زغلول الى مصر بهدف الحصول على موافقة المصريين على الحماية البريطانية، اسمها لجنة ميرنر، وهو الرجل اللي هو وزير المستعمرات البريطانية في الخارج، طبعا عشان تاخد موافقة ان الشعب المصري موافق على الحماية. فكده يبقى وجود سعد زغلول في باريس بدونه فائدة وليس له أي معنى، وإن سعد زغلول لا يمثل أحد. نقدر نقول إيه يا أبنائي؟ أن مهمة سعد في باريس قد فشلت. يبقى ما نتائج وصول الوفد المصري إلى باريس؟ فشلت المهمة، لأن فوجئ سعد بموافقة الدول المؤتمر. يعني نقدر نقول برضه فيها أستاذ عمود، سفر الوفد المصري إلى باريس كان في غير صالح القضية الوطنية؟ لا، هو كان في صالح القضية الوطنية، ولكن طب نتائج سفر الوفد في غير صالح القضية الوطنية؟ نتائج سفر الوفد الى باريس، يعني انا عايز اقول حاجة، فضل. هو الوفد رايح على اساس انه هياخد حل القضية الوطنية الاستقلال، لكن هو ما يعرفش. طب نتيجة سفره بقى؟ لا، فشلت طبعا، لان هنا خدت انجلترا اعتراف من كل الدول الاوروبية بالحماية البريطانية على مصر. ما هو فشل سعد في الحصول على الموافقة. جميل. يبقى فشلت مهمة الوفد في باريس. طيب سعد زغلول يا استاذ احمد ما رضيش يرجع مصر على امل. قبل ما نتكلم بس عن جيل سعد، طب ناخد معانا اشراكه من القاهره. السلام عليكم يا اشراكه. اتفضل. وعليكم السلام. ازيك يا اشراكه، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. شخص كان عندي اسئله. اتفضلي يا بنتي. اول سؤال بيقول لي ما ايه هي الاسباب اللي ادت الى قيام ثوره 1952 ميلاديه؟ لحظه، اسباب ثوره 1952، ثوره 23 يوليو. اسباب اسباب ثوره 1952 23 يوليو. اتفضلي. تمام. وسؤال تاني، صح وغلط مع التعليم. اتفضلي. تولى عبد القادر الجزائري اتجاه ضد فرنسا بعد الاحتلال مباشره. تولى عبد القادر الجزائري الكفاح ضد فرنسا بعد الاحتلال مباشرة. تمام. يا دينا ساعتها اقول في الاجابة على دي، ممكن اقول ان هي بعد عدة سنوات. لازم بعد عدة سنوات، بس السؤال ده ضعيف قوي يا اشرقات. تمام. يعني هو كاتب كده في الكتاب، تولى عبد القادر الجزائري تنظيم المقاومة ضد الفرنسيين بعد عدة سنوات من الاحتلال. فهماني؟ تمام.
تمام. فيعني بعد عده سنوات يعني مش يعني السؤال ضعيف قوي يعني، بس موجود. هو الراجل ما تصدش انت كاتب لي كلمه مباشره في السؤال تبقى الاباره غلط. نقول نظم المقاومه بعد عده سنوات حيث قام بالاتي، وتيجي الى اجراءات عبد القادر الجزائري، اتخذ مدينه مسقره، عملت معاه فرنسا معاهده ديميشيل، معاهده التفن، وهكذا. ماشي تمام. طب حاجه ثانيه؟ سؤالنا صح وغلط برضه مع التعليم. شهرت سيارة التعليم الفرنسي شارل ديغول. لا لا، واحده واحده ثانيه كده، واحده واحده، وعلي صوتك شويه وبعد عن التلفزيون. شهرت سيارة التعليم الفرنسي شارل ديغول في اعترافه بحق الشعب في تقرير مصير. طبعا ظهرت شجاعة شارل ديغول هنا، العبارة ايه صح؟ لانه وضع مشروع الاستقلال اشرقت، لانه خير الجزائريين بين الاندماج الاستقلال مع التبعية الاستقلال التام، وقلنا الجزائريين يا اشرقت اختاروا الاستقلال ايه التام. فده اوقع مين مشكلة اي مع اي شارل ديغول، حيث قام المستوطنين الفرنسيين بثورة مع ضباط الجيش ضد الايه الجزائريين، وفي الاخر سيطر شارل ديغول على الامر باتفاقيه افيان ومنح الجزائر الاستقلال 1962. ماشي، حاجه ثانيه؟ لا شكرا. شكرا. طب بالنسبه اشرقت لسؤالك اللي هو اسباب ثوره 23 و52، معلش طبعا احنا بنتكلم فيه في الاسباب او العناصر الرئيسيه للثوره اللي هي تحرير البلاد، حرب ايه فلسطين، تدهور الوضع الايه السياسي في العهد الاخير من الحكم الايه الملكي، ظاهرة الإقطاع، صفقة الأسلحة الفاسدة، وده إن شاء الله يا أشرقة هنشرحه بالتفصيل الحلقة اللي جاية. طبعا إحنا في نهاية الحلقة بنشكر الأستاذ محمود، شكر وافي وافر جدا على تعبه معانا النهاردة. شكرا أستاذ أحمد، معلش أنا بتعبك والله، أنت الحاج عبد المنعم. أنا سعداء جدا بكل جهد نبذله من أجل الله يخليك. الله يخليك. شكرا. طبعا كان في مدرسين كتيرة، الأستاذ يوسف خليل والأستاذ طبعا كان معانا حد تاني تقريبا بعت لنا اسئله يا استاذ محمود. الاستاذ عبد حميد. استاذ عبد حميد من اسماعيليه. بنشكره طبعا على جهده معانا. ناس كتير جدا والله بعتوا لنا اسئله، استاذ يوسف خليل والاستاذ عبد الحميد استاذ احمد حسن، ناس كتير بعتوا لنا اسئله، ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنجاوبها باذن الله. بنشكر الاستاذ محمود، الف شكر يا ريس. شكرا. اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه، مع ارق تحياتي واجمل امنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، هذا احمد صلاح يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.